90 عاما من الإرهاب والدماء، 90 عاما من الخراب والدمار، 90 عاما من التكفير ووقف التفكير، 90 عاما من إهانة الدين، 90 عاما من التجرؤ على الله وعلى رسول الله، 90 عاما من محاولة طمس سنة النبي محمد واستبدالها بسنة هذا الرجل اليهودي حسن البنا، 90 عاما عندما انطلقت جماعة الإخوان الإرهابية التكفيرية من مدينة الإسماعيلية بأموال إنجليزية دفعتها المخابرات البريطانية لهذا الرجل ليدشن هذه الجماعة التي استمرت حتى الآن 90 عاما. النهاردة عاملين احتفالية النهاردة في اسطنبول، اسطنبول الآسيوي، عاملين احتفالية بمناسبة مرور 90 عاما من العطاء، 90 عاما من العطاء، واللي ما يعرفش يقول عدس. الإخوان الجماعة اتأسست على أساس دعوي في العشرينيات سنة 28، يعني من 90 سنة بالظبط. وفي الاحتفالية اللي موجودة في تركيا في اسطنبول فيها إبراهيم منير ومحمود، دي الاحتفالية الموجودة، خالد مشعل، إبراهيم منير المرشد نائب المرشد والرجل الخفي اللي بيظهر في أوقات محددة، نائب المرشد العام محمود حسين الأمين العام للجماعة، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، ياسين أقطاي مستشار رئيس الجمهورية في تركيا، على فكرة ده شيعي بالمناسبة، همام سعيد المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، صهيب عبد المقصود المتحدث الرسمي باسم طلاب الإخوان، دكتورة أسماء الدليمي النائب السابق بمجلس النواب العراقي. دول يعني أبرز المشاركين في هذه الاحتفالية اللي شايفينها قدامكم في الصور في اسطنبول. بيتكلموا على 90 عاما من العطاء. أنا بس هفكر هنشط ذاكرة الناس بسرعة في دقيقتين. العطاء اللي احنا شفناه والثمرة اللي احنا شفناها من الإخوان كانت عبارة عن دماء، عبارة عن قتل، عبارة عن اغتيالات باسم الدين وإهانة للدين وإهالة التراب على الدين. تعال ناخدها حتة حتة. اغتيالات السياسيين المصريين، أول حاجة سنة 1945 أول عملية اغتيال إخوانية كانت اغتيال أحمد باشا ماهر، وأحمد باشا ماهر كان عايز ياخد قرار بدخول مصر الحرب العالمية بجوار الحلفاء ضد المحور، لأنه مصر كانت بشكل سريع، هو أحمد ماهر حاول يقنع البرلمان وأقنع مجلس النواب وراح على مجلس الشورى عشان يقنعهم، في الطريق دخل عليه واحد من الإخوان وقام بتصفيته بشكل لم يسبق له مثيل في الحياة السياسية المصرية، رحم الله أحمد ماهر باشا. اللي قتل أحمد ماهر باشا واحد إخواني اسمه محمود العيسى، ومعروف اقروه في كتب التاريخ. بعدين أحمد الخازندار اللي تم اغتياله سنة 48 بعد حادثة أحمد ماهر باشا 45، في سنة 48 القاضي الخازندار كان في قصة اغتيال الخازندار، كان هناك قضية كبرى ينظرها القاضي أحمد الخازندار تخص تورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير سينما مترو اللي هو حريق القاهرة، وحكم عليهم بسرعة بسرعة، تم تصفية القاضي الخازندار وعن طريق مجموعة من الإخوان، وتم القبض ساعتها على حسن البنا وأعضاء التنظيم السري، لكن أيضا تملصوا من هذا رغم ثبوت هذه القضية. رحم الله أحمد الخازندار، ده أحد شهداء اللي تم اغتيالهم بأيادي الإخوان المسلمين. محمود فهمي النقراشي باشا سنة 48 لما أحمد الخازندار تم اغتياله أصدر محمود فهمي النقراشي باشا أخطر وأول قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين وتصفية كل مشروعاتهم والقبض على كل قادتهم ووضع عيار الدولة ومصادرة كل أملاكهم، وكانت أول هجمة حقيقية وأول قرار جريء بيصدره واحد مسؤول مصري كان وزير الداخلية ورئيس الوزراء اللي هو محمود النقراشي باشا، تم اغتياله وعن طريق واحد اسمه عبد المجيد أحمد حسن المنتمي للجماعة الإرهابية وكان متخفي في زي ضابط شرطة
عمل طاحيه تعظيم سلام للنقراشي باشا قبل ما يدخل مجلس النواب، وقام باغتياله برصاصات عن قرب. رحم الله محمود فهمي النقراشي، اشجع من واجه الاخوان، واول واحد خد قرار بحل الاخوان، وللاخوان شوهوا صورته في موضوع كوبري عباس، ولنا وقفه مع هذا. رحم الله محمود النقراشي. ثم بعد ذلك قاموا بتفجير محكمه الاستئناف سنه 49، ومحاوله اغتيال جمال عبد الناصر سنه 54 كلكم عارفينها طبعا، وبعدين اغتيال النائب العام هشام بركات سنه 2015، وبعدين مقتل اكثر او استشهاد اكثر من 1000 اكثر من 1000 ضابط شرطه وجيش خلال الفتره من 2011 وحتى الان على ايد الجماعات الاخوانيه والجماعات المنبثقه منها زي داعش وزي حاسم وزي ولايه سيناء وزي غيره. هذا هو النتاج الحقيقي، وهذا هو حصاد 90 عاما من وجود الاخوان. هذه النطفه الحرام اللي خرجت من رحم مسموم سممت الدين وكرهت الناس في الدين. وانا بسال، بيقولوا انه قبل هم يعني حد بيتكلم بيقول انه الاخوان لولا وجود الاخوان ما كان للدين قائمه، وبقيت الاخوان ما بقيت. طب ما هو ما كانش فيه دين قبل الاخوان، يعني قبل حسن البنا ما كانش فيه دين؟ ما هو انا بسال، هل كل هذه القرون ما كانش فيها دين لغايه ما جه الاخوان علموا الناس الدين؟ ده جات الاخوان كرهت الناس في الدين. الاخوان مسؤولون عن كل ما علق بالدين من اخطاء او خطايا نتيجه ممارستهم. كل المحاولات الالحاديه اللي حصلت في مصر والدول العربيه في رقبه الاخوان، الاخوان في رقابهم دم وقتل وتشريد وخوف وعدم امن. كل ما يجري في المجتمع في رقبه الاخوان، ومن يناصر الاخوان ومن يتعاطف مع الاخوان.